بخصوص الزوجه، لو في حياه لا قدر الله الزوجه توفى، هل هنا من حقها تطلب من الورثه القايمه بتاعتها؟ شوف القايمه دي ليها شقين، اطالب بيها جنائيا، ففي حاله وفاه الزوج العقوبة الجنائية دي دايما عندنا عقوبة شخصية، ما ينفعش ارجع على الورثة بالحبس وبالعقوبة، لكن ارجع عليهم ايه؟ هو ده مش دين على الزوج لو هي مش معاها ومش مستلمها والزوج مستلمها؟ تمام. لا تركة الا بعد سداد الدين. ده نص. ده قاعدة. لا تركة الا بعد سداد الدين. زي مثلا اب توفى. تمام؟ ده بيقول لك عليه وعليه فلوس للضرايب. بالظبط. يدفع الاول مش يدفع يسد الولاد الولاده يسدوا الدين في حدود ما اليه اهل اليهم من ميراث. خدي بالك بقى من النقطه دي، من فلوسه هو. يعني اب مات وسايب 100,000 جنيه. تمام. تمام. وعليه 20,000 جنيه ضرايب. لا عليه دين 120,000. ماشي. الولاد ملزمين يدفعوا الدين في حدود ال 100,000 مش ال 120. لان ما اهل اليهم من ميراث هو ال 100,000 مش ال 120. خلاص كده ما لهمش ورث. خلاص. يبقى نسدد الدين في حدود ما الي من ميراثي من ابويا. لكن ما اقدر ما ادفع، عايز ادفع بقى دي حته شرعيه، ادفع لان ابويا عليه دين وعشان ابويا ما يعني قدام ربنا يبرأ ذمته، ده موضوع تاني. ده ربنا يبارك لك وتؤجر على هذا. انما قانونا، لكن قانونا انا ما اقدرش اطالبك باكتر من ما قال اليك من ميراث. تمام تمام.